كان الأستاذ نور الدين الفيزي كان قاضي نزيه مستقيم يؤدي عمله على أحسن ما يرى، وكان صارما في أحكامه، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته. إنه كان منضبط، هذه شهادة فيه، ولكن جائحة، هذا الوباء اللي هو اللي خطفوا، في الحقيقة خطفوا منا بصورة مفاجئة. شحال ديال الناس اللي ارتكبوا بعض الأفعال الجرمية أنهم الصرامة ديالو خلاتهم شحال من واحد يتراجع ويتوب ويقلع على ارتكاب الجريمة مخافة عقاب السيد المرحوم نور الدين الفيزي. وهو رجل فاضل كريم، جميع الخصال الأخلاقية اجتمعت فيه. تلقينا يوم أمس خبر وفاة الأستاذ نور الدين الفيزي بأسى عميق وحزن، لأنه كان صديقا وفيا ورجلا طيبا، وكان له أثرا عميقا على المستوى الأمني بمدينة الجديدة. الأحكام التي كان يصدرها كانت أحكام جعلت الأغلبية من الجانحين أن يفكروا قبل أن يقدموا على ارتكاب جريمة، ويعرف أنه إذا وقف أمام السيد نور الدين الفيزي الملقب باللحية فإنه يعرف أنه عقوبة ستكون عقوبة عسيرة، وكذلك ستكون العقوبة قاسية. بالإضافة إلى أنه كنت دائما أتحدث معه بخصوص المال العام، وكنت أقول له هكذا: أتمنى لو كنت قاضيا بمحكمة جريمة أموال سيكون ذلك طيبا جدا. وكنت دائما نقولها، ومرة أخرى أقول بأن الخبر كان قاسيا، وتلقيناه كلنا بأسى عميق. مرة أخرى نتقدم متعازين للهيئة القضائية ولهيئة المحامين بالجديدة والهيئة كتابة الضبط والأصدقاء، لأن نور الدين الفيزي كان صديقا طيبا ووفيا، وكان رجلا صارما أقولها لن يجود الزمان بمثله في ظل هذا الوقت الذي كثرت فيه الجرائم المالية وجرائم السرقة وجرائم النهب ونهب المال العام وكل شيء. ربما نتمنى من الله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته. ومرة أخرى نتقدم بتعازينا لكل عائلتي الصغيرة والكبيرة، وشكرا.